كابتن مصطفى جوبي 32 سنه مدرب ولاعب كمال اجسام، هيكسب بطوله احمد علي الدوليه وايرون مان في بطولات محليه، وان شاء الله بجهز بطوله العرب. اهم نصائح المبتدئين ان هم ما يدخلوش اللعبه بقلب قوي، بمعنى ان يشيلوا اوزان عاليه او يحاولوا يهلكوا جسمهم اكتر. اهم حاجه يهتموا بالتغذيه والنوم وتظبيط الاكل حسب جسمك، يعني انت لو عايز تخس وتظبط اكلك بحيث ان انت بتقلل الحاجات اللي في الاكل اللي بتديك طاقه زي الكرب والدهون، ولو عايز تزيد بتعلي نسبه الكرب في الاكل، وطبعا اللي عايز يخس بيقلل نسبه البروتين لان زياده البروتين بتعلي الحراره اكتر، واللي عايز يزيد بيقللها برضه. طريقه تسخين الجسم لو انت حديث لسه في اللعبه لسه مبتدئ، انا بشوف الافضل ان انت بتدي مثلا شكلين لكل عضله بمجهود قليل، وبعدين بتبدا تزود بقى مثلا يوم عن يوم، المفروض مثلا بتاع اسبوع تبدا تسخن. لا، تمارين الكارديو بتستهدف القلب اكتر، بتستهدف النفس والقلب وكده، ملهاش علاقه بتسخين العضلات بنسبه كبيره. هو الافضل ان انت بتسخن العضلات بالحركات اللي انت بتتمرن بيها، يعني انت مثلا لو بتتمرن ظهر فبتبدا تلعب بعض التمارين الظهر باوزان خفيفه عدد كتير، بحيث ان جسمك يتعود على الحركه دي والالياف العضليه تبدا تعمل مجهود اصلا. فانت لو عايز تعلى كتله عضليه انت لازم بتعمل الاثنين، بتشيل اوزان عاليه، هو المقصود بيها مش اوزان عاليه وخلاص، المقصود بيها ان انت توصل للاجهاد العضلي اللي يخلي الالياف العضليه تتقطع، وبعديها بتزود الاكل، فيخش الاكل اللي انت اكلته على العضلات نفسها، فيبدا الاسترتش او التقطيع اللي حصل من التمرين يلتئم بنسبه اكبر، يعني لو اتقطع مثلا ملي يزيد 2 ملي لو انت مدخل اكل كده بالطريقه دي، يعني طريقه بسيطه. المبتدئ مش المفروض ان هو يستعجل ان هو ياخد مكملات اصلا او ياخد هرمونات او ياخد اي حاجه ليها علاقه بتكميل التغذيه بتاعته قبل مثلا ما يعدي سنه او سنتين مستمر في المجال ده، يعني يبدا يتاكد ان المجال ده بتاعه هو ادى كل حاجه طبيعي، عرف يستفاد من التغذيه بنسبه اكبر، بعد كده يقول انا خلاص التغذيه ادتني كل حاجه فانا عايز ازود خطوه. لكن دلوقتي المبتدئ بيخش الجيم عايز كل حاجه دلوقتي، انا عايز اجيب كرياتين، عايز اجيب بروتين، عايز وعايز وعايز، وهو اصلا ما اداش وجسمه ما اداش فرصه لجسمه يتفاعل مع الاكل الطبيعي ويديله نتيجه، فده بيخلي الموضوع النتائج بتبدا تبطا اصلا، فهو بيحس ان هو خلاص انا مش هاخد نتيجه تاني.